هل ستتحصل على القبول الجامعي من طرف الجامعات اللي تقدمت ليهم ولا دفعت الدوسي تاعك ليهم دو لا بار كومبيس فرانس؟ كيفاش راح تعرف اسكو راح يقبلوك ولا لا؟ واش هما لي سين لي بروفيو بلي هذه الجامعه راح تقبلك ولا لا؟ كي راح نديروا هذا الفيديو خوتي عندنا 5 نقاط، لكن جمعنا 5 نقاط في هذا الفيديو خوتي، دونك راح تتحصل على القبول الجامعي باذن الله. راح تتحصل على القبول الجامعي، تبع معايا حتى اخر الفيديو ان شاء الله راح نجاوبك على هذه الاسئله. لكن قبل ما نبدا الفيديو خوتي، لكان انت ولا انت راك جديد معنا في القناه، اطلب منكم فضلا وليس امرا ان تشتركوا في القناه وديروا لنا جيم ولا فيديو، سي غراتوي. قلت لكم خاوتي في الفيديوهات السابقه انه للحصول على القبول الجامعي هناك مجموعه من المراحل او مجموعه من الشروط تتقيد بالحصول على القبول الجامعي، معناته اذا طبقتها ولا اذا امتلكت تلك الشروط او اذا وفيت تلك الشروط راح تتحصل باذن الله على القبول الجامعي، وبالتالي تلك الشروط راح تكون كومانسين ولا راح تكون كي شغل اشاره بانك راح تتحصل على القبول الجامعي باذن الله. كي راح نديروا هذا الفيديو خوتي عندنا 5 نقاط، لكن جمعنا 5 نقاط في هذا الفيديو خوتي، دونك راح تتحصل على القبول الجامعي باذن الله. راح تتحصل على القبول الجامعي كوم جو فوزيدي خوتي بور بروسيدي او نيفو لي ديماج كومبيس فرانس، عندك مراحل كثيره او عديده راح تفوت عليهم وهي متسلسله، هذه تبع في هذه وهذه تبع في هذه، معناته هناك تشابك ما بين تلك المراحل، ما تقدرش تفوت مرحله واحده اخرى قبل ما تفوت على مرحله اولى، معناته ما تقدرش تطلع دوزيام ايطاج سون باسي بار لو بروميير ايطاج، غير احنا في الجزائر نصوتو ماشي مشكل. المهم كما قلت لكم خوتي، دونك اولا عندك لا باساسيون دو تي سي اف، لا تراديكسيون دو ريلفي دو نوت، لوفرتور دو كونت باستيل، لو رومبليساج دو كونت باستيل، لا لتر دو موتيفاسيون، لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي، لو ديبو دو دوسي، لونتروتيان اي انسي دو سويت. دونك كوم جو فوزي دي خوتي، l'un des critères les très très importants ou bien les plus importants que je le vois personnellement que la كان نجحت فيه راح تتحصل باذن الله على القبول الجامعي. انا بيرسونال انا نشوف هذا الشيء مهم جدا جدا. اولا عندك لو شوا دي لونيفرسيتي، في دير كوا بار لو شوا دي لونيفرسيتي، مانيش قاصد لا فيل اللي راح تقرا فيها ولا مانيش قاصد لا فيل اللي راح تروح باه تعيش فيها، نو لوان دو سا خوتي. كي نقول لك لو شوا دي لونيفرسيتي اخي الكريم ولا اختي الكريمه، معناته راني قاصد لا فورماسيون اللي راك راح تقرا عندهم ولا لا فورماسيون اللي اخترتها باه تقراها عند تلك الجامعه. باسكو علاش؟ لا كان انت ولا انت باغ اكزومبل في بلادك راك تقرا لو دووا فيليير دو دووا وراك حاب تروح تقرا عندهم انفورماتيك، ما كاش كيفاش، ما كاش كيفاش، دونك هاتيك هنا راح يبدولك ولا راح يمدولك روفو الموتيف تاعو دوسي انادكوات بارابور على فورماسيون دوموندي ولا بارابور على فورماسيون انفيزاجي. دونك هنا لا فورماسيون تاعك اللي راك تقراها في البلاد ولا راك حاب تقراها عندهم ما تتوافقش، امبوسيبل. لا لتر موتيفاسيون تاعك بارابور الشيء اللي راك حابو انت والشيء اللي عندهم تماتيك ما يتوافقوش، دونك الموازيت ما يتخلطوش، دونك سي با بوسيبل، امبوسيبل، دونك يقبلوك. دونك هنا راح يمدولك الرفض. مالغري يكون عندك ان تري بون كورسوس يونيفرسيتير ويكون عندك ان تري بون تي سي اف، ميم سي يكون عندك باغ اكزومبل ان سي ان ولا ان سي دو ولا يكون عندك باغ اكزومبل 18 17 19 دو موايان، ما راحش يقبلك، امبوسيبل، سي ستريكتمون امبوسيبل راح يقبلك افيك سو كورسوس لا او بيان افيك لا فورماسيون انفيزاجي ا ايتوديي او نيفو دو سيت يونيفرسيتي. دونك كوم جو فوزي دي خاوتي لا فورماسيون الي تري تري امبورطون، جو فوزي ديجا دي بارابور ا سا او نيفو دو تي سي اف الي نوت، قلت لكم ان نوفو با دير دافوار ان 17 او بيان ان 18 في المعدل تاعك في الجامعه معناته خلاص راح تتحصل على القبول الجامعي، نو لوان دو سا خاوتي، بالعكس راح يعاونك وراح ينمي الحظوظ تاعك بالحصول على القبول الجامعي، معناته هنا راح نديروا نقطة أولى ولا راح ديجا راك ربحت نقطة فيما يخص المعدل، لكن باغ اكزومبل عندك ان 17 ولا ان 18 دو مويان ولا ان 16 15 دو مويان، ميم سي ان 12 13 دو مويان ديجا ربحت نقطة، وهذه النقطة مازال ما نمدهالكش، نمدلك 0.5، باسكو علاش؟ في المعدلات هذوك اللي ربحتهم ولا تحصلت عليهم، واش هما المواد اللي جبت بهم 17 معدل، واش هما المواد اللي جبت بهم 18 معدل، واش هما المواد اللي جبت بهم 15 ولا 14 معدل، باسكو قدر باغ اكزومبل لي موديول سيكوندير قدر تجي تلحق المعدل تاعك 17 18 معدل، سا بوس اوكان سوسي افيك لي موديول سيكوندير، اما لي موديول فوندامونتو اصفار صافير كما كانت قرينا الشيخه تاع لا سيونس، كل ما نزعفها تقول لك ساعتو صافار. دونك كيما قلت لكم خاوتي، فو با دير
d'avoir un 17 avec des notes secondaires ou avec des modules secondaires, معناتها راك تلميذ نجيب سيرت كو جون دوت با دو سا مي يركزوا باغ اكزومبل واش حبيت نقول يركزوا على لي مودول فوندامونتو. قلتها لكم ديجا في ليتا دو موتيفاسيون، قلتها لكم ديجا في كيفيه الحصول على القبول الجامعي، فهمتكم تخي تخي بيان في هذا لو كا. دونك الا كان باغ اكزومبل تحصلت على ال 17 ولا 15 ولا 12 ولا 10 ولا 11 ولا 13 معدل، باسكو بور موا 10 11 سي ان تري بون مويان. Après 15 et 16, c'est excellent, c'est super, rien à dire. Donc, là, quand tu as eu avec des modules fondamentaux, tu as eu des modules fondamentaux, tu as eu tout à l'heure, tu as eu tout à l'heure, tu as eu 10, 11, 12, là, tu as eu une note à 1, tu as eu 1 sur 1. Ma rachet le medlek 0,5, خلاص لو كاتيك راح نمدلك 1 sur 1. هذه أولا ديجا راه تحصلت على نقطة أولى. راكم فهمتوا فيما يخص المعدلات وفيما يخص لو تي سي اف، راني جاي للتي سي اف. كيما قلت لكم خاوتي تاني فو با دير افواغ ان سي 1 أو بيان ان سي 2 معناته خلاص راك في فرنسا ولا خلاص راح تحصلت على القبول الجامعي ولا خلاص راك رومي ولا جو سي با. نو لوان دو سا خاوتي. أبخي تو لو تي سي اف ماهوش يمشي وحده. التي سي اف عنده صوالح واحد اخرين يمشي معاهم. دونك في با دير افوار ان سي ان ولا ان سي دو راح تفوت قدام اللي عنده ان بي ان ولا ان بي دو. نو 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 ما كان ما تحقروش هذاك اللي عنده البي ان ولا البي دو كيما قال لك العبد اللي تحقرو يعميك. دونك نحيو هذا الشيء من راسكم وقلتها لكم ديجا وفهمتكم وحذرتكم على هذا الشيء. انسان بالاكزومبل خاوتي البارح برك شفت في الفيسبوك يا فين بيبليكاسيون دان جو نوم عنده باك تاعو جابو ب 17.86 ولا مانيش شايف على لا فيغول بليز اكزاكتومون، المهم كانت 17 وعنده ان بي دو في تي سي اف ويقرا انفورماتيك في البلاد الى بوستولي بور ال ان انفورماتيك وعنده اونتر بارونتيز 14 في الليسي. قال لك كومون سا سفيتي لونيفرسيتي دو ديجون الما ريفوزي، زعما جونغ كيفاش هادو واش راهي حاسبه روحها. انا بيرسونالمون جي كومونتي يعني استسمحك يا اخي الكريم جيسبر ما زعفتش عليا باسكو عقلني و دونك قلت له بلي فو دير كوا سا كاسكو سا فو دير فو با دير دافوار ان سي ان ولا ان 17 دو مويان فو دير تو سرا اكسبتي جور اوتوماتيكمون معناته رسميا راح تتحصل على القبول ولا راح تتقبل لانه عندك 17 ولا سي ان سي دو في المعدل. نو لوان دو سا لوان دو سا يا با مال دو كريتير ديغيغ لازم تراعيهم. دونك كيما قلت لكم خاوتي عندنا المعدل اللي كنت حصلت على 17 ولا 12 ولا 11 ولا 10 لي موديل فوندامونت وخرجتهم كامل عندك ان بوان. و تي سي اف ثاني اللي كان باغ اكزومبل باسكو اللي كان لا فورماسيون اللي راك حاب تقراها انت هما يدومونديو ان سي ان ولا يدومونديو ان بي ان ولا ان بي دو اون فا دير ان بي دو باسكو جينيرالمون يدومونديو بي ان بي دو هما يدومونديو ان بي دو وانت عندك ان سي ان خيرك يا ربي او الخير كيما يقولوا فايض الخير الله يبارك. دونك عندك ان سي ان هنا عندك نقطه ثانيه دونك اون دو بوان عندك في تي سي اف وعندك لي نوت المعدل تاعك يسمحوا لك انك راح تتحصل باذن الله على القبول الجامعي. هنا عندك دو بوان. دوك هذيك الحاجه الثالثه واش هي اخوتي النقطه الثالثه منين راح نجيبوها من لا فورماسيون المام. كيفاش لا فورماسيون المام؟ كما قلت لكم لا فورماسيون اللي راك اخترتها ولا فورماسيون اللي راك شوازيتها اسكو راح تتوافق مع الدوسي تاعك ولا لا. لكن راح تتوافق عندك نقطه كامله سي لا تروازيام بوان. اما لكن ما تتوافقش قلت لكم خوتي لو موتيف دو ريفو اللي راح يمدوه لكم اللي هو لو دوسي انديكوت باغ رابور لا فورماسيون انفيزاجي ولا باغ رابور لا فورماسيون اللي راكو حابين تقراوها. ابخي تو دون لا فورماسيون دوكا راح تقول لي كيفاش باسكو عندك البروجي ديتود اي البروجي بروفيسيونيل. لازم يكون البروجي ديتود تاعك متوافق مع لا فورماسيون اللي لا نيفرسيتي ولا لا ديت يونيفرسيتي ال بروبوز. باسكو ما تقدرش باغ اكزومبل تشوف لي البروجي ديتود ولا اللي كان في راسك ماهوش في الجامعه هذيك باسكو راح يقولوا لك الشيء اللي راك باغي هدا ماهوش عندنا. دونك ما راحش نقبلك وروح شوف في اليونيفرسيتي خلاف. هذا واش حبيت نقول، هذا واش حبيت نقول لك وهذا واش راح يقولوا لك، هذا ما كان. سهل ومهل. وثاني عندك لو بروجي بروفيسيونيل هذا كما قلت لكم خوتي في هذا لا ليتر دو موتيفاسيون فهمتكم فيه، قلت لكم ثاني ان لو بروجي بروفيسيونيل لازم البروجي ديتود اللي اخترته هذاك لازم يخرجك في هذاك لا ليتر البروجي بروفيسيونيل. هذا ما كان. لكان البروجي ديتود اللي خرج اللي اخترته باسكو البروجي ديتود سي كوا سي لا فورماسيون، لكان البروجي ديتود اللي اخترته انت في لا فورماسيون هذيك راح يخرجك في البروجي بروفيسيونيل تما تيك اوفيسيال تشوف سخا اكسبتي باغ لونيفرسيتي ولا عندك 3 بوان ديجا. دونك 3 انا قريب الخمسة. دونك هنا عندك اون اوتر بوان ان اوتر بوان كي فالوريز تا شونس ديتر اكسبتي. لو كاتخيام بوان وين راح نجيبوه ولا وين راح نجبدوه؟ لا ليتر دو موتيفاسيون. La lettre de motivation. Comme je vous l'ai dit, la lettre de motivation elle joue un rôle très très important. Comment vous allez présenter votre projet? Comment vous allez présenter vos motivations? Comment vous allez présenter vous-même? Et comment vous allez présenter vos ambitions pour étudier au niveau de cette université? Je ne vais pas dire en France parce que genre,
certes que tu vas aller en France, mais ce qui est important pour eux, c'est que tu leur prouves qu'en quoi tu es destiné ou bien tu es déterminé pour étudier rien que pour les études. Point barre. Hein, tu habs. Alors que j'ai tout le temps, je suis allé à l'Hajj. Donc la lettre de motivation, elle joue un rôle très très important. Lazm, genre, كل شيء تفسره لداخل. وخير الكلام ما قل وما دل هنا تحبس هذه هي خاوتي باسكو في ليتا دو موتيفاسيون كيما قلت لكم بروجي بروفيسيونيل بروجي لازم تشرح كل شيء داخل وخير الكلام ما قل وما دل هما يكرهوا الكلام الزايد بزاف ومدى بهم جو دغوا و بيت ديريكتومون دونك اون فاغاني ان كاتريام بوا لا كان درت هذا الشيء جوسكا مانو لا كان درت كات بوا هادوما راح تتحصل باذن الله على القبول الجامعي اسافوار لو سانكيام بوا اللي تري تري امبورطون سي كوا l'entretien. الحاجة اللي يخافوها بزاف طلبة. الحاجة اللي يخافوها جور الكثير من الطلبة يطرعدوا ولا جور يفيتيو ولا يزيتيو عندها كما راكم تشوفوا هنا غادي ندير لكم على فيديو على l'entretien. سي فريمون فاسيل سي فريمون سامبل. سيرت كو الا اون فالور تري 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 امبورطونت. اون بو با نيي سا جور ما نقدروش نكرو هذا الشيء باسكو l'entretien اون بو دير كو جور سي لا ديرنيير كلي تفتحها خلاص راك تحصلت على القبول الجامعي. Mais pour vous dire, entre parenthèses, l'entretien c'est vraiment facile, c'est vraiment simple. Ne se paniquez pas. C'est vraiment facile, c'est vraiment simple. Je vais vous faire bien vraiment une petite description ce qui concerne l'entretien. L'entretien, c'est que le chars, il s'est dit que tu as un il s'est dit que tu as un dossier. علاش اخترت هاد لا فورماسيون علاش تروح تقرا ليه كيفاش اخترت فرنسا بالذات شكون اللي راح يفينونسيك واش هو البروجي ديتود واش هو البروجي بروفيسيونيل هذا ما كان لكن راكم تعاودوا ولا كان راكم حابين تعرفوا بزاف على لونتروتيان ولا تفهموا تري تري بيان سكي كونسيير لونتروتيان جو فوز انفيت ا فوار او بيان ا ريغاردي سي فيديو لا اللي انا درتهم سكي كونسيير لونتروتيان او نيفو دي ديمارش كومبيس فرانس دونك كوم جو فوز اي دي خاوتي لو سانكيام بوان هو لونتروتيان Donc l'entretien, il joue un rôle très très important, mais c'est facile. Wallah il a adam ya khawti ghir sahel ou mahel. Sahel bel bzaf. Après, hadak li rah taqablou kima qultou lkoum khawti mawch wahch. Ma rahch yakulkoum, ma rahch yikhlaakoum ma walou. Rahou tmak ghir fi slahkoum hada ma kan. Hou wach rah yedir? Rah yessay yefhem le projet taak wach rah dir fi France hada ma kan. Ou yedir un rapport yeb3tlou ljamiat lfransiya ou zit yeb3tlou lcampus France. Hada ma kan khawti. Donc essayez de répondre ou bien essayez de valider votre entretien après vous inquiétez pas, hein. Même si tu paniques pour l'entretien, ça n'a rien à voir du grave. C'est vraiment facile, c'est vraiment simple. Parce que quand tu te pour l'entretien, tu vas savoir qui fait. Des fois, il dit par exemple, un a mis pour l'entretien. Mais à l'autre, il va savoir qu'il n'y a pas. Des fois, il dit que un a fait l'entretien très très bien. Il va dire que je vais vous donner un petit peu de temps. Il va dire que je vais vous donner un petit peu de temps. Comme ils disent les gens. بالمناسبة نحييوها يقول لك جبتها نيشان على الاخر مع الاخر تلقاها ما تحسهاش على قبول الجامعي بوركوا باسكو كيما قلت لكم خاوتي ما تنساوش بلي لي ديماج كومبيس فرانس تسلسل هذه تتبع في هذه وهذه تتبع في هذه ماهيش غير لونتروتيان وحده ولا يقول لك واحد يعميها كامل في موراه ولا يقول لك باغ اكزومبل جونغ لا ليتر دو موتيفاسيون يباك لي بارك ولي زونيفرسيتي يباك لي بارك وزيد لي فورماسيون يباك لي بارك معناتها هذيك مع الاخر يقول لك لو بلوز امبورتون سي لونتروتيان نو لوان دو سا لكن ما درتش كامل لي بوان هذوك اللي فاتوا ولا ما كان ما فتش عليهم ايتا بار ايتا امبوسيبل لونتروتيان راح يفيدك ولا وحده ولا امبوسيبل لونتروتيان راح يساعدك وحده امبوسيبل دونك لونتروتيان خاوتي سي ني كاريكابيتول دو سكو فوزافي في سكي كونسيرن فوتر بروجي او نيفو دي زونيفرسيتي فرونسيز او بيان او نيفو دو فو ديمارش دونك سي فريمون فاسيل سي فريمون سامبل ابري سي فوز اليي افوار سو بوان لا ان شاء الله باذن الله 100% فوز اليي افوار اون اكسبتاسيون La chose la plus importante que l'art comme le voir pour le comme 5 نقاط ان ما هو 6 نقاط ماشي 5 نقاط اللي هي دعاوى الوالدي اللي كندعاوكم والديكم بالخير راح تنجحوا باذن الله الا ما كندعاوشكم بالخير ولا ما كنزعفتوهم ولا جو سي با انا مش درت لهم من الشر وزعفوا عليكم والله ما راح تجيبوا هيا لو كان جيبوا 50 نقطه ماشي 5 نقاط 50 نقطه والله ما راح تجيبوا قبول الجامعي هاني قلتها لكم رضي والديكم ربي يرضى عليكم اكثر من هاك ما نقدر ما نزيد لكم سانسير مو خاوتي رضي والديكم ربي يرضى عليكم باسكو كابابل تغلط في جهه ولا تطيح في جهه هذه قدره الله ابريتو راح تقول لي هذه صوالح انفورماتيك سي فري صوالح انفورماتيك بصح ربي بقدره الله دعاوي الوالدين لا تستهين بهم سانسيرمون ما تستهنوش بوالديكم ما تستهنوش بدعاويهم دونك رضيوهم ربي يرضى عليكم باذن الله باذن الله جميع واحد رضاو عليه والديه ربي يرضى عليه وربي راح يرزقه ان شاء الله وراح يلحقوا المراد تاعو وراح يلحقوا جور المبتغى هذا ما كان
دونك رضوا والديكم ربي يرضى عليكم، دعوي والديكم خوتي ما تنساوهمش، وطلبوا من والديكم يداويكم بالخير وربي ينجحكم ان شاء الله وربي يوفقكم باذن الله. دونك خوتي هادو هما لي سيني لكان جمعتهم عندك ولا لكان كانوا عندك هادو لي سين، دونك باذن الله راه تتحصل على القبول الجامعي. هذا واش راح نقول لكم خوتي، ما بقى نقول لكم بقاو على خير، تهلا في رواحتكم. لكن عندكم اي سؤال ولا اي استفسار حطوه برك في الكومنتير. جامغي بيان فوار خوتي كومبيان دو نوت فوزافي غاني، حطوهم في لي كومنتير وراح نشوفهم باذن الله.